احنا معانا دلوقتي ام ادم واستاذه سعاد. ناخد ام ادم الاول من اسيوط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بك يا فندم. الحمد لله. ازي حضرتك؟ احنا من اسيوط يا فندم. اهلا بك يا فندم. اولا انا بشكر القناه وكل القصه اللي مع حضرتك، وبصراحه احنا على طول على القناه دي والله. بارك الله فيك. الله يخليك يا دكتور. دلوقتي انا يا دكتور معدتي مألماني خالص، وما باكلش اصلا كتير، واول ما باكل مسبك تلاقيني عايزه لمغزه يبقى فيه ايه وكده، وارجع سن كم سنه في ظهري من ورا، معدتي في ظهري من ورا. سن كم سنه؟ عندي 34 سنه. متجوزه؟ متجوزه، معايا 3 عيال. طيب الدوره منتظمه؟ نعم الدوره منتظمه. لا حضرتك انا باخد انا بتاعت 3 اشهر فما بتجيناش خالص اصلا. طيب احنا بقى دلوقتي حضرتك عملت قبل كده اشعه على البطن ولا ما عملتيش تلفزيونيه؟ لا ما عملتش يا فندم. طب انت محدش قلت اما بتاكلي حاجه دسمه هي اللي بتتعبك، ولا انا سمعت غلط؟ يعني انا اول ما اكل حتى لو اكلت مثلا لو خيار اكلته برضو بيوجع معدتي جدا. والالم بتقولي بتحسيه انه في ظهرك يعني ورا المعده من ورا صح؟ مسمع لورا في ظهري زي يكون سكينه رايحه جايه كده. طب اعملي الاشعه الاول، اقفلي الاول وانا هقول لك هنفكر. شكرا يا ام ادم. يعني هو حكايه ان الالم ده يبقى ورا يا حسام لازم نخلي بالنا كويس قوي من البنكرياس. تمام. لان البنكرياس الامه بتكون يعني خلف المريض، ولذلك حتى المريض يفضل انه يكون نايم للامام يعني متني للقدام، ويكون له علاقه مباشره بالاكل، لان في العصاره البنكرياسيه بتطلع، فمن هنا ممكن تكون بتتكون جوه البنكرياس. طبعا انا بحط حاجه احتمالها 5%. قصدك يا دكتور يعني نايم منحنيه؟ يبقى عامل كده، واخد بالك، اللي يكون عنده التهاب في البنكرياس. البنكرياس نوع درجات الالتهابات، في التهابات حاده، في التهابات متوسطه، التهابات متقدمه. فانا رايي ان هي توقف الحقنه اللي هي بتاخدها حبوب منع الحمل دي، اللي هي منع الحمل عشان ده هرمونات، وتاخد مثلا تركب اللوب او الديفايس او كده، يعني اللوب الناس حافظاها اللي هو بيسموه اللولب. اللولب لو امكن، لو ما كانش عندها حاجه ممنوعه. تقاطر وتكون صايمه قبلها ب 12 ساعه. الف سلامه.